في وادي خالد على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة بيروت، ينتظر بهاء خالد الخلف الأيادي البيض لمساعدته على إجراء عملية مستعجلة في الرأس. عمري 26 سنة وقعت بالشغل على رأسي، انكسرت الجمجمة براسي وعملت عملية، شالوا لي العظم براسي وركبوا لي بلاستيك، فما نجحت العملية وصرت ضحية خطأ طبي. بحس بدوخة براسي وأصوات براسي، بتطلع أصوات براسي ونزي كتير بالليل، ما عم يخليني نايم من الوجع. بطلب من أهل الخير أنه الكل يساعدني ووقف معي. حال المنزل تتحدث عن مدى حاجة الأم وبهاء إلى مساعدة الخيرين. قلبي متحسر عليه، أنا ما بشوفه، بينكسر قلبي من جوا، وأنا مضطرة أنزل على الشغل وحدي وعمري 60 سنة حتى أعمل له حق الدواء. ظرف دواء حقه 400,000 في 6 حبات، بيضل عنده يومين. أنا لما بشوفه قدامي قلبي بيتقطع عليه، قلبي من جوا بيتقطع، ما عاد فيني، خلاص ما عاد فيني أتحمل. بتمنى من كل العالم تساعده. مجموعة من المتطوعين يحاولون مساعدة بهاء قبل فوات الأوان ويتطلعون إلى المساندة. بهذا الأسبوع بتفوت حالته بحالة الخطر اللي هي ممكن تؤدي للوفاة بعيدنا هون. بتمنى من كل العالم يلي قدران يتساعدنا لحتى يقدر يعمل العملية، يكونوا معنا موجودين من هلأ لأسبوع لنقدر نلمله 17,000 دولار بأول عملية، وعنا العملية الثانية اللي هي تكلفتها 14,000 دولار لنقدر نسكله جمجمة. بهاء بحاجة إلى أكثر من عمليات لمحاولة ترميم الجمجمة، لكن من دون مساعدة الأيادي البيض حياته في خطر.